صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الطبيعة، صباح كل شي زوين. أحسن حاجة ممكن تغرسوها في داركم هي الخروب. الخروب واحد الشجر اللي كيكبر دغيا بواحد الطريقة، بواحد الوتيرة ما تصوروش معايا. تبارك الله، الشجرة ديالو دغيا كتكبر. الخروب غرسوه على حسابي، عرفتي؟ صباح الورد، صباح الزهور، صباح الورد، صباح كل شي حاجة زوينة. صباحكم مبروك، نهار الشمس، هالنحل، شتو النحل كيدير واحد الصويط بحال سبيلي، واحد الصويط بحال كيندبن هو راه نحل. عالورد جايين الشميسة، كومبوست ديالي. الغرس كينوض، كيكبر الغرس بشوية بشوية. سبع زقزقات العصافير، داكشي اللي غرست معاكم آخر مرة مع إياد ومع إلينا. هو بدا يطلق، بدا كيجغمي، شفتو؟ كاين اللي بدا كيجغمي، كاين اللي باقي. هذا بعدا بدا كيجغمي دغيا. طعمو صيبت إيليان المصيبة. عطينا الفوزي بالك واحد ليا الشلاضة يروني يخندم، يخندم. ايوا يا الكبيد ديالي من بعد ما تخدينا. المهم هنا بغيت نبارطاجي معكم شي حويجات، واحد الكوليه اللي وصلتني ديال شيين، غادي نبارطاجي معكم الحويجات اللي فيها. وديك الساعات اي حاجه عجباتكم البنات غادي تدخلوا لهذاك الصندوق الوصف، غادي تلقاو عندكم الكود برومو ناقص 15% على داكشي اللي كيعطيكم شيين. اول حاجه بديت بها معكم هو هذا السروال هذا، وهذاك هذوك التريكوات الصراحه عجبوني البرد، خديت منهم في اللوينات. الباك كيمشي كله اونسومبل، كيجي فيه اللوينات غزاين غزاين. غنوريكم اللوينات كاع اللي فيه، كاين كحل، كيجي فيه الباك 4 ديال التريكوات. هادو تريكوات، ولكن البنات دوك التريكوات كانوا شادين، كيكونوا اوميم طون سليب اوميم طون تريكوات. راه غادي نوري لكم الشكل ديالهم كيفاش داير. وهذاك السروال اللي هو واعر اللبسه ديالو، راه غادي نبان لكم البنات ضعفيت ياك، شفتو؟ ناقصتو في الوزن، الكريشه مشات. هادو شفتو كيجوا هكا اونسومبل لاصقين، كيجوا للبرد غزاين البنات، تجوا للبرد وميم طون تقدر تلبسيهم حتى في الصيف، حيت هما ديال البرد وديال الوقيته ديال. اجي الكبيده ديالي، اجي الحنينه ديالي، اجي الحنينه عندي، اجي الحنينه ديالي، الحنينه ديالي. المهم كتشوفوا اللوينات اللي فيهم، انا جالسه كنوريكم اللوينات اللي فيهم. ميم طون غادي نلبس الحويجات للدراري، شريت بامال ديال الحوايج، شريت للدراري شي حويجات ديال البرد، شريت شوفوا هذا اللوين تا هو زويون، شريت الراجل واحد اللبيسه تا المره الجايه ان شاء الله وناخذ لما تا هي شي حاجه، حيت ما عنديش بزاف ديال لي زارتيكل ديالو، شويه كانوا خاصيني شي حويجات. ميم طون تعطلت عليا الكوموند بزاف بزاف هذه المره. بون سي با غراف، المهم بنات عندكم كود برومو. وهاد الطويب راه زوين كيتجبد، زعما ما خفتو حتى شي حاجه، حتى اللي بغات تاخذو راه الثوب كيتجبد، ما خفتي حتى شي حاجه يا البنات، خذوهم غارانتي على حسابي والله العظيم. هنايا لابسه هاد السوفيتمون اللي خديتها في الخضيدر سخونه، تعرفوا بغيت نصور فيها وسخنت، شعلات فيا العافيه بها والله العظيم، حيت كاينه في البيت ما تقدريش تلبسيها سخونه. طيبه 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 هاد السيرفيتا، والثوب ديالها زوين تعرفوا من الداخل سخونه. وعرقت كنصور مع إليان وكنمشي معاه ونجي، عرقت عرقت، خديت انا في هاد اللون بالقبيه، وإليان خديت ليه في نفس اللون ديالي واحد اللبسه اللي غتشوفوا معايا تاهي غزيله وسخيو سخيخنه تاهي ليه، سخيخنه بيديها، راه غير هو قعد لي الدين نحاول معاه تيصور معايا. اما دوك راه بيديها حتى اللي يدين هو جمع لها يدياتها، هو عنده فيها الصديفات وانا عندي القبيه، فهمتوا؟ زوونه زوونين، الكاليتي ديالهم رائعه جدا رائعه، خذوهم غارانتي البنات على حسابي، كاع اللي قلت لكم خذوها على حسابي، خذوها غارانتي على حسابي. شي حاجه اللي ما عجبتنيش غنقول لكم ما تاخذوهاش. مي هاد الساعه كلهم هاد الشيء عجبني الصراحه، ما نكذبوش على الله. شوفوا إياه اللبسه كيفاش جاتو، قال لك حتى هو كيطبوزه، قال لك جاتو اللبسه نيشان حد قد، جاتو زوينه، جاتك زوينه ياك، زوينه زوينه اللي زابي، زوينين زوينين. مش فو با توا، تي فو با، قال لك ما بغاش هو. هادي 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 البنات خذوها على حسابي والله العظيم، كتجي اللبسه ديالها سبورتيف زوينه. هنايا كنبارطاجي معكم ثلاثه اربعه اللبسات في نفس الوقت، راه هي خديت لي هاد اللبسه، هادي هو اللي اختار،
الا تا هو اللي اختار ديك اللبسه في الكري هكا، واياد بدلت ليه لبستو هذه في الزرق، وانا هذيك اللي لبست خديتها في شوف اياد كي رابي اياد شفتو شحال هذه اللي شحال هذه ما شفت اياد وحشاتو، ها هو كي رابي جاتو هذه اللبسه خطيره، هو كيجرها لتحت ولكن هي ستيل ديالها ما كتجرش لتحت، هي خاص كتجمعيها شويه باش تجي ستيل امريكان راكم عارفينو. خديت هذه في الخزي، هادي واعره في الخزي، واعره والتوب ديالها واعر، وبالنسبه للناس اللي كيديروا الزيف تجيهم حتى هي زبونه حيت هابطه على لي فيس، هابطه حتى لتحت غنوريكم شفتوها كيفاش هابطه. وكيجو بالنسبه للناس اللي غيسولوني على الطاي ديالي شنو كناخذ، انا كناخذ البنات الاكس ال، انا كيعجبوني الحوايج جعراد، كان بريفيري ان الحوايج جعراد عليا على انهم كيجو مزيرين عليا بزاف، فهمتوا؟ واعرين واعرين الحوايج، هادي ما هادي ما غليضاش بزاف، هادي موين، هادي ديال هاد لا سيزون، ما بارده ما سخونه، موين هادي تلبسيها زعما في, 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 في الخريف تجيك زبونه. هادي اللي عند الاتا هي بحال ديك الاولى الخضراء سخونه حتى هي، تلبسيها وحدها وسخونه الله يعمرها ليهم الدار، زعما واحد الثوب مقطنين مقطنين بالبيه. انا راه كيتسبوب عليكم كيقول لكم ها هاني شتوني، كنقول ليه وريهم اللبسه كيفاش دايره. ايوا البنات ما تنساوش التعاليق تقولي الحويجات كيفاش جاوكم. صراحه عجبوني بزاف بزاف حيت سبورتيف اون ميم طون دي كونتراكتي، انا كتعجبني الحاجه تكون سبورتيف ولا تكون دي كونتراكتي احسن حاجه، اون طون كلاس ميم طون زونين ميم طون نقيين ميم طون لابسه مزيان ميم طون سخونه ميم طون دي كونتراكتي. هاد اللبسه الثانيه ديال ايليان كما كتشوفوا معايا بالقبيه هاد المره، اللي بغات تقدا الوداد عاد تقدا والله على حسابي. ما تنساش تقول في التعاليق شكون اللي دار عاد الازياء احسن، واش انا ولا هما؟ مع هما قال لك لا احسن مني. ها شوفوا لي ايليان، شوفوا لي الفنيكيش ديال ايليان ديالي، ايليان ديالي تا هو زينوني يا الدراري. نهضر معكم هو قاعد حدايا مخشي فيا حيت الوقيته ديالو ديال لاسيست، هادي غيدير لاسيست وحاطها حدايا وكندير لكم المونتاج للفيديو. هاد المره الصراحه خديت البنات غير لي سوفيتمون، يعني خديت غير الحوايج دي كونتراكتي او بلوس سبورتيف، ما خديت زعما حتى شي حاجه كلاس اباغ داك السروال اللي خديتو شويه ودوك التريكوات اللي كتلبسيهم لتحت تلبسي فوق منهم لافيس، فهمتوا؟ كرام عارفين البرد دابا ماشي الوقيته ديال الصيف، مي سينو البليبار ديال الحوايج اللي خديتهم كلهم دي سوفيتمون على هاد الشكل، تقدروا تاخذهم. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا كاينين انواع، رانا وريتكم دابا غير الموديلات حيت ما عنديش لي زارتيكل بزاف، مي سينون راه كاينين انواع واشكال والوان في الموديلات اللي بغيتي، بالقب بلا قب، بغيتها طويله بغيتها قصيره بغيتها ديال الناس المحجبات، هادشي باش زوين شين حيت كاين عندك لو شوا، كتبقاي دوري كتلقاي اي حاجه بغيتيها، اي حاجه كاين عندهم لي كاسكيت، كاين عندي لي باسكيت، كاين لي زاكسيسوار، كاين الماكياج، كاين اي حاجه. انا عندي هاد حدايا واحد الكليه بنت صغير كيقول معمر عليا زوينوني هو. البنات هنايا غنوريكم هاد لافيست، هادي الناس اللي كاين على برا عندهم الثلج، اولا الناس اللي كاين جهه مراكش ولا شي حاجه بحال هكا سخونه، لبسي تي شيرت معاها ولبسي هاد لافيست، واش تعرفوا شحال سخونه وشحال غليظه؟ جلست كنفكر مع راسي، نقول مع راسي حياتي علاش خديتي هاد لافيست بالضبط؟ بدا نعرف علاش خديتها، وحنا كاع ما عندنا البرد اللي غادي نلبس ليه هاد لافيست، بقيت كنفكر فيها علاش خديتها علاش خديتها، فكرت قلت واقيلا غادي ناخذها الا عدت غادي على برا ولا الا عدت غادي الاوكيم ولا شي حاجه بحال هكا، كتخصني كيخصوني الحوايج ديال البرد، ما كيكونوش عندي خديتها سخونه، هذه اول فيست عندي سخونه تلبسيها غير بوحدها وسخونه بزاف بزاف. هنا جلست كنسخنت، بقيت كنصور معكم حتى سخنت، درت واحد ستوري في الانستغرام قلت لكم درا كنصور لكم الحوايج وسخنت بزاف بزاف بزاف. نتصور المهم بعد ما وريتكم لافيست، راه رائعه ديك لافيست، خدوها على حسابي سخونه سخونه سخونه، واحد السخونيه سيختو الناس ديال برا اللي كيجيو من البرد. غنوريكم عاوتاني هذا الانسومبل، هذا التوب ديالو واعر، التوب ديال القطن، وكيجي هكا شويه بغيتي كيجي شويه التريكو ديالو قصير، ماشي قصير كيبين الكرش هذا الطويل، المهم غتشوفوا معايا الموديل كيفاش داير زوين مقيطن، راه كنوري لكم الكاليتي ديال التوب، وكيتجبد يعني كتقدري تلبسيه انتيا واخا تكوني غليظه واخا تكوني رقيقه، المهم التوب راه كيتجبد. وقولي البنات في التعاليق واش عباد الله ضعافيت ولا لا، المهم راني ضعافيت حيت هاد الحوايج راه اكس ال، هاد الحوايج سونسي يجوا عليا نورمالمون سونسي يجوا عليا قدي في لاطاي، ولكن جاو كبار عليا، ولكن عجبني ستيل ديالهم، جاو دي كونتراكتي واسعين جاو زبونين. هذا الانسومبل الثاني اللي خديت، هذا ديال الخيط، كله مدير بالخيط، واعر عرفتوا شنو هي واعر وسخون سخون، لبسيه تعرفي السروال ديالو شحال سخون، ناري البنات راه غليظ 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 بزاف، ماشي داك الخيط الرقيق، داك الخيط الغليظ بالبيا زويون، هذا كيبين لك والحق كتبين لك شويه الكرش، كيجي السروال شويه طالع الفوق،
وكتبان لك الكريشه. انا درت معها هذا الستيل، المهم بقيت كل حاجه درت معها الستيل ديالها بوحدها، ودرت الماكياج درنا على الحاله. قول لي كيفاش جاكم الماكياج؟ واخا ماكياجي اصلا خفيف ديال كل مره. المهم قول لي البنات واش ضعافيت، وقول لي الحويجات كيفاش جاوني. رائعه هذه اللبسه، عرفتوها رائعه رائعه دي باش غادي نخرج، رائعه واسعه. شوفوا يعني تقدري تزيدي في الوزن وتبقاي كتلبسيها ماشي مشكله، حتى الحزام ديالها واسع، تريكو عندها واسع حتى هو، تقدري تلبسو، تقدر تلبسو غليظه ورقيقه. زوين 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 بالبيه صراحه، حمقني. كاينه البنات اخر حاجه اللي هي غادي نبارطاجيها معاكم، فجوج الحويجات قوليه خديتها البنات. هاد الليجه هادي شفتوها، هاد الليجه راه موجودين في شيين. هاد الليجه البنات راه ديال لي برودوي، كيتباعوا في كيديري فيهم لي برودوي، راه بالكابل ديالها بكلشي كتشديها، كيديروا فيهم لي برودوي باش كيبقاو باردين، كيحافظوا لك على لي برودوي كوزميتيك ديالك. ها نتوما هتشوفوا كنطيح لي شي حاجه منهم، انا حاطه فيهم الجاد رولور ديالي ولي برودوي راه عمرتهم حطيتهم، راه بارده كتطلق البروده، ماشي ديك البروده الخايبه، بواحد البروده اللي هي بارده مبرده لك لي برودوي، شادهم في البرود شدهم في البرود باش يبقاو دائما باردين وزوينين هكا صغيورين. الديكور ديالها زوينه، كاينه في اللوينات، كاينه في البيض، وكاينه في الغوز. انا قررت ناخذ هذه الغوز هذه، وصغيوره ما كتاخذش البلاصه. ها نتوما سير هذه في الكاش داير، ما تاخذش البلاصه بزاف، وساهله في الحطه، وغير كتبرونشها وكتشعليها، بغيتي تطفيها كتطفيها، عندها البوطون هنايا، وبغيتي تطفيها كتخليها مشعوله، وتقدري تهزيها معاك فين ما بغيتي. وكاين الكابل ديالها، كاين هذا الكابل وكيمشي مع واحد الكابل اخر ديال الطوموبيله، بغيتي تسافري وتديها معاك في الطوموبيله، كتخلي لك ديري فيها لي بواسون، تقدري تبدلي اوليو ديري فيها لي برودوي ديري فيها حتى لي بواسون، فهمتوا؟ ديري فيها لي برو هذيك البواسون صغيورين. صافي كلي جا هادي. وشنو خديت اخر؟ خديت هاد الضفيرات اللي انا دايره، ها نتوما شفتوهم كيبانوا زوينين، وهادو اللي عجبني فيهم شفتهم عند دعاء، حيت انا كنشري الضفر من عند مول الماكياج، ولكن مول الماكياج شنو هو المشكله، كنديرهم وكيتهرسوا ليا من هنا، كيتهرسوا ليا من هاد البلاصه بالضبط، وكيتهرسوا ليا من هنايا، وحيت كنديرهم عند دعاء قالت لي دعاء فاش كديرهم لي ما كيتهرسوش، ونسولها قلت لها عفاك دعاء منين جبتي هذاك هذوك الضفيرات اللي عندك زوين ما كيتهرسوا، قالت لي خديتهم من شيين، وين مشيت انا ناخذهم بلا عجز. ها نتوما كتجي تبارك الله البوطه، هذه دايره واقيلا كلها دايره دو اوغو، حطوهم جهد كلها واقيلا دايره دو اوغو، شفتوها كتصبغيهم، انا دابا ما صبغتهمش درتهم غير هكا بلا صباغه، كيجيو حتى زوينين بلا صباغه شفتوهم، كتجي عامره عندك جميع الموديلات، خذوهم على حسابي، هادو ما يتهرسوش ليكم على حسابي، انا عارفه اش كنقول لكم، حيت الاخرين اللي كناخذ عند مول الماكياج كلهم كيتشقوا من هنا يومين ثلاثه ايام، وكيبداو يتشقوا من هنا، هادو واخا ضغطي عليهم فاش كتزيري داك التزيير ديال الكولا كيهرسهم، هذا واخا تزيري هكاك باش تلصقيهم ما كيتهرسوش، على حسابي هادو خذوهم من شيين على حسابي والله العظيم، حيت انا مجرباهم، وانا من راه خديت باكيه كلها. بارطاجيت معكم بقات لي واحد الحاجه ما بارطاجيتها معكم، هي لافيست، خديت الانا هاد لافيست كما شفتوا، لافيست كما شفتوهاش نتوما وريتهاش لكم، فيست هكا شفتوها بحال هادي اللي كانت عنده، هي ديال هي هادي راه ميكس، هي ديال الرجاله ولكن حتى العيال تيقدروا يلبسوها، فهمتوا؟ باغ اكزومبل دابا انا نقدر نلبسها يعني شويه، فهمتوا؟ تجيني فهمتوا، تجيني تجيني، واخا قدتو هي ولكن انا جات واسعه عليا، ولكن حتى انا نقدر نلبسها، فهمتوا؟ انتم ستيل اخر، تعطيك ستيل اخر للحوايج. هاد لافيست راه ديال انا كانت عنده بحالها، وبدات كتقطع، رميناها دابا هادي وحده اخرى، صافي خدينا لي وحده اخرى، تاخذ وحده اخرى مره اخرى ثانيه، كل مره ناخذ حاجه وكل مره ناخذ حاجه حتى صافي، ولكن راه لا ماتيغ ديالها زوينه، اللي بغى يلبس زعما يلبغى يربس بالرخاء، راه شيين الرخاء رخيص وزوين، زعما لو بري ديالو مع الرخاء ديالو واعر رائع زوين، بعدا كتعجبني شيين، كنلقى فيها لو بونوغ ديالي، ما نكذب على عباد الله، كنلقى فيها البونوغ ديالي، مازال ما عرفتش حتى شي ماركه هكا اللي نقدر نتقدى فيهم، مازال ما عرفتوش، نكذب عليكم ما كنعرفش بزاف، كنخاف كنخاف واش تكون الكاليتي خايبه، واش تكون زوينه، واش تكون فهمتوا، لذا هادو انا متاكده من الماركه ديالهم زوين، نتوما كتشوفوني الحوايج كاع الحوايج اللي كتشوفوني كنلبس في الدار راه من عند شيين، كلشي الحوايج كتشوفني كنلبس في الدار والزنقه، كتبقاو تسولني حيتني خديتي هادي، حيتني خديتي هادي، حيتني خديتي ديك السبادي، خديتي ديك السروال، كلهم غير من عند شيين، زعما ما جدا شي حاجه مراسي ولا جدا، كلشي من عند شيين البنات، انا كنتقدا بزاف من عند شيين، وهما اللي كنلبس عندهم، الحوايج كيجوني رخاص، و غابوغ كاليتي بخي راه مزيانين، وهانتوما راه كيطولوا عندو زعما يقول لي راه عيانين كيطولوا عندي اختي، نكذبوا على الله كيطولوا كلشي حوايج كلشي بلاكاري من شيين، خارجه دابا ياك، ضحكني انا خارجه دابا غادي عند غنمشي عند الدوار
انا واحد الدوير اللي ما عرفتش نحيد عندي لي عندي خصني ندير واحد المانيكور البيديكور رجليا. هذا الشيء واش غادي اصلا سيتو جو بونس غادي شي واحد الدويره قلت نخرج لكم ميم طون دان واحد الدويره اللي جو زوين جو رائع في حياه خرجي. علاش الكاميرا عندي كتبقات؟ المهم الكبودات ديالي هنا من بعد ما جيت مع الدعاء جات معايا دعاء لحقات لي اون فيت للدار. جلسنا دنسنا واحد الجليسه زويونه في الجردة فرشت وجلسنا كنشربوا المناضة على راحتنا ومجمعين مجمعين الصراحه. هذا زوقيه زوين ما سخينا كاع والله ما سخاو يمشيو. بقينا شحال مجمعين درنا لي بات كليناهم تسنيتهم فاش يجيو على دار لي واحد الحليوه هكا وجلسنا مجمعين ما بيناتنا اونتخفي وكان الجو رائع رائع الصراحه. ما كانش البرد كان واحد الجو زوين مع داك العافيه اللي كنا شاعلين عاطيه انا السخوني ومجمعين مجمعين مجمعين ما عرفتش علاش بقيت في الدار شي 11 ساعه الليل عاد مشاو. هنا الغد ليها البنات في الصباح فقت وكانت عندي هاد البطاطا كانت نسيتها كانت غرستها كان جابها ليا راجلي معاه حيت هاد البطاطا بالضبط هادي ديال برا ماشي ديال المغرب. حنا ديالنا ديال المغرب اللون ديالها ابيض من الداخل هادي اللون ديالها اورانج اورانج ما كنلقاهاش هنايا. وانا نقول راسي البيع عجز فاش مشى ديك المره قلت ليه عافاك جيب لي معاك واحد الجبطاطا من على برا داك اللون داك اللون الاورانج حيت ما كنلقاهاش هنايا ياكو قلت ليه جيبها لي معاك. جابها لي معاه وغرستها وكبرات وكنت نسيتها راه شحال هادي نسيتها حتى اليوم عاد فكرت قلت ديك البطاطا ويلي قاعده كاع ما كلي كاع ما كاع ما سليتها. المهم سليتها هكا هنايا لقيتها راه شتو نسيتها حتى بدات كتفلح بدات كاع كتخسر. المهم قشرتها لقيتها باقا مزيان الحمد لله جات رائعه. تعرفوا بنين هاد البطاطا انا كتعجبني البطاطا حلوه ولكن ما كتعجبنيش بزاف البيضه البيضه ما كيجوش فيها لي فخيت فهمتوني. انا كتعجبني البطاطا حلوه ندير بها فريت في الفرن ولا في الكلاود ولا في هذاك الاير فراير فين ما ولكن ديك البيضه ما زويناش بزاف. هذه اللي كتعجبني بالضبط هذه هي اللي كتعجبني هاد الحمراء. واخيرا ولات عندي. المهم جبتها بوحدي وغرستها بوحدي دابا درت منها هزيت النص ديالها وشي نصيصات عاودت غرستهم عاوتاني باش تعاود تكبر فهمتوا باش تبقى عندي دائما بطاطا حلوه. وتبارك الله خرجت لي راه جبتي جبطيطات وخرجوا لي تبارك الله كثير جوج بالحساب هما اللي درتو خرجوا لي تبارك الله الكونتيتي كثيره كبروا. المهم هنا قطعتها مرصوات صغار من بعد ما غسلتها ونقيتها وحيدت منها داك الشيء اللي خسر فيها. هذا الشيء راه بيو يعني ما فيها لا ما فيها لا دواء لا جوج مزيانه كتبقاو تغرسوا. بالنسبه للناس اللي بغاو يغرسوا البطاطا بقاو تغرسوها غير في السطل غير في السطل تسخر لكم ديروا فيه الطقيبات وتسخر لكم فيه البطاطا غير هي كتبغي يعني كتاخذ لي سباس بزاف. انا من بعد ما قطعتها مرصوات صغار غادي ندير معها شويه ديال العطريه. المهم العطريه البنات على حسب كل واحد شنو كيعجبو. انا درت فيها شويه ديال زيت العود ما بغيتش ندير زيت لوسيور. الناس اللي ما عندهمش يديروا زيت لوسيور عادي انا غندير هكا كتجي بنينه بنينه كتجي بحال ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم بنينه. ما اللي عزيز عليه راه غتعجبو شنو كنقول. درت شويه ديال الملحه شويه ديال البزار درت الملحه ديال الهيمالايا هي احسن ملحه ودرت شويه ديال البزار شويه ديال زيت العود شويه ديال التحميره عاديه التحميره حلوه ماشي التحميره الحاره فهمتوا. وغادي نزيد هنايا كمون لا لا غادي نزيد الثومه الثومه ناشفه هذه الثومه ناشفه اللي درتها البنات جات بنينه. تعرفوا البنه ديالها اللي ياكلوها الدراري الصغار كتجي بنينه. هنا زدت ليها انايا سيمون شوا وكل واحد يدير اللي عجبو. قلت لكم انايا كنبقى بعض المره نزيد شي حوايج كيجو زوينين. هنا درت فيها شويه تاع الزعتر اولا ديروا فيها شويه ديال لي زيرب دو بروفونس الا عندكم لي زيرب دو بروفونس ديروهم ما عندكمش ديروا الزعتر. درت فيها هكا شويه تاع الزعتر اللي كنت نشفه في الدار وصافي بقيت كنحرك فيها ودرتها في الاير فراير جات رائعه. يعني تعرفوا جات مقرمله من الفوق مقرمله من الفوق ومن التحت ومن الداخل جات رطبه فهمتوا جات بحال لي فخيت غير لي فخيت بلا زيت وصافي. عرفتوا الفخيت الفخيت بلا زيت وصافي. الله يعمر هضره هاد الافراير داكشي نقول لكم دائما خذوا اللي ما عندهاش الافراير نصيحه من عندي اللي ما عندهاش تمشي تاخذها صافي بوان فينال. منين تاخديها الله اعلم سيري خديها وصافي. المهم انا تهيتها ودرتها انايا البنات جات الوقيته ديال نمشي نجمع داك الفراش ديال البارح كما شفتوا معايا هنا فين جلسنا ديال الطفرشه اللي كنت دايره كندير فريشه هكا زربيه زربيات هكا اصل. شوفي الا بغيتي تجلسي في الجزر ما كاين ما احسن من الجلسه ديال الارض تمتحي تلاحي كيما بغيتي نعسي نعسي جلسي ديري اللي عجبك سيختو الا كنتي مجمعه وقيته كثيره خاصك ديري شحال
تكيفيها. انا فرشت غادي نجمع داك الفريشه تاع جولي نحيدو حتى هو من بلاصتو باش ما يبقاش موسخ. ندير بلاصتو حتى المره اخرى عاوتاني اون اتوندون ندير شي خاصني ندير شي بلاكار في الجرده ديال البلاستيك فهمتوا، بلاكار ديال البلاستيك باش نبقى نحط فيه هاد الشيء الزربيات وهاد الشيء ديولي، حيت الا درت ديال العود الا جات شي شتا ولا شي حاجه غيخسر، او الا جات وبالشمس غيخسر، سينون البلاستيك بعدا ما كيخسرش على الاقل بالشتا فهمتوا، كيبقى دائما مزيان، ولكن دائما الشمس المشكله خاصني ليه الظل. ندير شي بلاصه ندير فيها شي بلاصه بحال هكا يكون قريب ليا، ماشي نبقى نمشي ونجي بحال هذا الشكل. اش تقول ليها انا السيراج انا ما خدمتش انا كيهضر معايا علي زعما قال لك كيهضر معايا علي اللي ما كيفهم فرونسي وانا ما كيفهم العربيه وفاهمين اي راه فهمت اش قال فهمتي قال لك بغي يركب هذا ويحيد هذا كيفاش ندور كيفاش هذيك هي فاش بقات كيفاش عرفتي كاس كيدير ليا على كاس كيسد لي هاد الحواشي هكا جوج جرده هنا قاعد الحوا ما كيبغيش قاعد يدور حاجه شويه وكيخرج هنا كيدير هاد الحواشي ليا هكا كيحبط ليا فيهم الجران جران كاين شي جران دخل لك تما دابا سديت تحت الباب ما بقاش عندي جران كاين شي جرانات كاين عندي هنا وكنبغي نشدهم وكيدخلوا ليا تحت هنايا باش نشدهم بابا ونخرجهم قلت ليه علي سد ليا هاد البلاصه عافاك باش ما يحبط ليا فيها الجران وقلت ليه دير ليا داك الكونطوا دير ليا ليه المرطوب محمد بس عليك اش تعاودي انت اش تعاود انا كنعاود عاود نهضر مع الناس اللي بيسولوك كي داير محمد راه انا اللي صيفطه انا قول لهم اللي عجبك انا نقول لهم الخالق ما تقول لهم لاباس عليكم ما والو كي دايرين لاباس عليكم كلشي مزيان ها محمد الا ما شفتوه ها كتكلم لا حاج محمد ها هو اي مزيان محمد وغلاض مزيان وغلاض اخيتي راه مورد هذا هذا هو مورد اللي حيتو اليوم عاد كان وردهم هذاك راه قطعتهم كيطوال انا حرت فهاد الجزر كي بندير ليها حيت باباهم باش يعاود يخلفوا لا واه طوالو بزاف ولاو كيبانو خايبين باش قصرتهم باش يعاودوا يرد فيهم الورد حيتهم تيعاودوا يخلفوا انا غير ولي بس لا واه غايكبروا واه غايكبروا دروك عاد سناي الله فعيل على هذا لح هنا لح هادي خصنا نحول هادشي من هنايا نديو نشطب هاد الزرده عاوتاني ديال مو نعم خدم فيها عليه رونها خدم فيها عليه ورونها شتا كشي عشان انا اللي رونتها اي انت اللي رونتها هذا عرفت ديالك كيفاش عرفتي ديالك ماما مالو ديال هذيك ديال لا بيغسو ديال سميتو لا فيسوز اللي كتقبل الحيط هذا محمد ديالك ديال لا فيسوز شي غسيل انت ما تجيش شي غسيل هذيك القريه فات الصايوه